أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال ورجل أعمال مميز من دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة. اخترنا لكم السيد خليفة المطوع، مؤسس وصاحب مجموعة شركة غيار. بداية أسعد الله أوقاتك سيد خليفة. مرحبتين، هلا يا طويل العمر. يا مرحبا سيد خليفة. في بداية برنامجنا حابين نتعرف على شخصك الكريم ونعرف السادة المشاهدين من هو خليفة المطوع مع حفظ الألقاب. نرحب بكم وشكرا على إتاحة هذه الفرصة. الاسم خليفة جمع المطوع، مؤسس مجموعة شركات غيار. طبعا شركات غيار حقيقة من الشركات العاملة في قطاع غيار السيارات ولوازم السيارات. اليوم الحمد لله رب العالمين، أنا أقول وبكل فخر شركات غيار حقيقة أصبحت شركات رائدة ومتميزة جدا الحمد لله رب العالمين. نحن مغطين قطع غيار السيارات، عندنا 359 ألف قطعة فردية متوفرة إلى السيارات الألمانية والسيارات اليابانية وكذلك السيارات الكورية والسيارات الأمريكية. الحمد لله متوفر عندنا قطع غيار ل 1447 سيارة والله سبحانه وتعالى. عندنا كذلك أغلب أنواع الزيوت متوفرة، أغلب أنواع البطاريات متوفرة، كذلك التولز والمعدات الخاصة بالسيارات أيضا متوفرة، وكذلك الأكسسوارات الخاصة بالسيارات متوفرة. وأيضا متميزين جدا في قطع الغيار الخاصة بترقية سيارة الدفع الرباعي اللي هي الأوفرود. ما شاء الله ما شاء الله. سيد خليفة، يعني حابين نتعرف على كيفية تقديم الخدمة للكستمرز. شوف، نحن عندنا طال عمرك أفرعنا موجودة في دبي، عندنا ثلاثة أفرع بشوروم غير تقليدي. خلنا نقول ممكن الزباين يتفضلوا عندنا في أفرعنا الثلاثة هذه ويحصلون الخدمة بكل أريحية. كذلك عندنا كول سنتر، الكول سنتر 800-442-522 أوقات العمل من الساعة 8 إلى الساعة 8 مساء يوميا ما عدا الجمعة. ممكن المستفيدين والزباين يتصلون ويحصلون على الخدمة. عندنا ناس متخصصين لقطع غيار السيارات في الكول سنتر. كذلك عندنا الموقع الإلكتروني www.ghayar.ae، وكذلك عندنا تطبيقاتنا الذكية موجودة في الأندرويد والآيوس كذلك. جميل جدا. سيد خليفة، أيضا حابين نتعرف على الشيء اللي بيميزكم بهالمجال اللي بيخليكم تقدروا تكسبوا ثقات العملاء. والله شوف، نحن للأمانة من أطلقنا هذه الشركة ونحن مركزين على أن نبني علامة تجارية. بالعلامة التجارية حقيقة موضوع الأرباح والأشياء هذه تأتي. شعارنا دائما الزبون أولا. أي نعم. وبالتالي نحن دائما نحرص على أن نقدم منتجات أصلية متميزة، وكالة وفي مستوى الوكالة، بحيث أن نعطي كذلك الزبون خيار. الأمر الثاني، عندنا أسعار تنافسية، أسعارنا الحمد لله متميزة جدا. الأمر الثالث، الخدمات اللي نقدمها للزبون، لخدمات ما بعد البيع كذلك خدمات متميزة. جميل جدا، أتمنى لكم طبعا دوام التميز والتقدم والنجاح بإذن الله. شكرا تعالى. سيد خليفة، حابين نتعرف على الرؤية المستقبلية لحضرتك لتطوير مجموعة شركات غيار، وأيضا يعني وين بنشوفكم بالمستقبل بإذن الله تعالى. شوف، يعني هذا القطاع حقيقة قطاع حي جدا، يعني حجم القطاع في الإمارات تتكلم عن 40 مليار سنويا، حجم ضخم من حقيقة حجم هذا القطاع. التحورات والتغيرات السريعة جدا في هذا القطاع احنا حقيقة منتبهين لها. اليوم عندنا في الفترة القادمة راح يكون يعني السوق رايح اكثر للسيارات الكهربائية، فنحن منتبهين لهذا الأمر ومتجهين بصورة كبيرة نحن نوفر كذلك القطاع
اللي تحتاجها السيارات الكهربائية. كذلك اليوم هذا نحن قاعدين نعمل شراكات نوعية مع مجموعة من الكراجات المتميزة، نختار وقت معين معين في الدولة كلها طبعا، بحيث أن نتيح للزبون أن يفحص سيارته مجانا. أي يعني عطل في السيارة أو سيارة محتاجة قطع غيار معينة، هذا يكون من خلالنا إحنا، بحيث أن نحن نقدم خدمات متميزة ونوعية للزبائن. غير عن هذا نحن لنا رؤية حقيقة بأن نحن نتوسع دوليا. اليوم الحمد لله شركة غيار بتطبيقاتها الذكية والويب سايت مالها قاعدة تخدم 110 دول والله سبحانه وتعالى. نحن نرسل منتجاتنا إلى هذه الدول كلها، فنريد حقا نعمل مراكز دعم لوجستي تكون في بعض الدول يعني في الفترة القادمة إن شاء الله، ممكن خلال السنة الجاية إن شاء الله يا رب. إن شاء الله نشوفكم يعني على مستوى العالمية بإذن الله في أقرب وقت. سيد خليفة، سيد خليفة اليوم أيضا حابين نتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنت يعني ابن دولة الإمارات. اليوم بفضل الله عز وجل وأيضا رؤية حكام وشيوخ دولة الإمارات، أصبحت اليوم دولة الإمارات من أوائل الدول في مجال الأمن والأمان وتقديم التسهيلات والدعم للمستثمرين. اليوم كمواطن إماراتي، شو بيعني لك الأمن والأمان بدولة الإمارات؟ شو بيعني لك استقطاب كل هالاستثمارات لدولة الإمارات وتقديم الدعم والتسهيلات بينهم؟ والله أنا ممكن أعبر عن هذا كله بأن أقول رؤية حكيمة وثاقبة جدا لقيادتنا حقيقة. يعني اليوم طال عمرك عنصر الأمن والأمان، هذا يعتبر من يعني مكملات وأساسيات، مش إلا مكملات، أساسيات البيئة الخصبة للاستثمار. دولتنا الحمد لله مركزة عليها بقيادتها الرشيدة، جذب هذا الكم الهائل من الاستثمارات. اليوم نحن عندنا أكثر عن 340 ألف شركة عاملة موجودة في الدولة. كل هذا حقيقة ما أتى إلا بأنهم المستثمرين وأصحابين الأعمال رأوا أن البيئة الموجودة المتوفرة في هذه الدولة بيئة خصبة جدا. صحيح. طبعا هذا الشيء لم يأتي من فراغ، زي ما حضرتك ذكرت وتفضلت، جاء من رؤية ثاقبة وأيضا يعني حكمة لشيوخ حكام دولة الإمارات. كيف بتحب توجه لهم رسالة شكر؟ والله نحن لو يعني شو ما قلنا في حقهم من رسالات وعبارات الشكر ما بنوفيهم، لكن نحن دائما يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ودائما يعينهم. لأن الأمانة اليوم واحد منا على مستوى مسؤولية محددة، تكلم عن 6 أفراد أو 7 أفراد أو ربما موظفين عندك 50 فرد، أنت يعني ما يقولون تفكر فيهم و يعني يعتبروا ثقل عليك، ما بالك والدولة الحمد لله موجود على أرض أكثر من 10 ملايين شخص يحتاجوا حقيقة إلى أن يعيشون في أمن وفي أمان وفي تناغم ويكون بينهم تلاحم مجتمعي في أرقى مستوياته. لا شك أن الحمل عليهم كبير، فنقول لهم يعني الله يعينكم ويوفقكم ويحفظكم ونشكركم من قلبنا والله. أكيد أكيد بالطبع. نتمنى طبعا من رب العالمين أن يدين نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة حكاما وشعبا وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. السيد خليفة، قبل نهاية برنامجنا حابين نعرف السادة المشاهدين بالموقع الجغرافي لمجموعة شركات غيار وأيضا كيفية التواصل معكم. بالنسبة لنوافذ البيع الموجودة المتوفرة عندنا في دبي، عندنا أم الرمون فرع شورون كبير جدا موجود هنا، وكذلك عندنا في منطقة القوز 4، وكذلك عندنا في ند الحمر. تواصل كذلك ممكن يكون عن طريق الكول سنتر، ذكرت الرقم سابقا 8-442-522. كذلك يكون عن طريق الموقع الإلكتروني www.ghayar.ae. كذلك تطبيقاتنا موجودة في الاي او اس وكذلك الاندرويد. أي متعامل يحتاج أي دعم منه ممكن يكلمنا على الرقم المجاني ونحن مستعدين في خدمته.
إذن أعزائي المشاهدين، سهولة في الوصول للشوروم الخاص بغيار لقطع غيار السيارات عبر الموقع الجغرافي، وأيضا سوف تظهر أرقام الهواتف وأيضا كيفية التواصل ومنصات التواصل لشركة غيار لقطع غيار السيارات أسفل الشاشة. في نهاية برنامجنا سيد خليفة، حابين نشكرك جزيل الشكر على حسن الاستقبال وحسن الضيافة، وإن شاء الله بيكون لنا لقاءات أخرى بالمستقبل بإذن الله. شكرا على يعني حضوركم، و يعني نحن حقيقة نتشرف بأمثالكم وهذه القناة المتميزة اللي نرجو إن شاء الله يكون لها مستقبل واعد. إن شاء الله، شكرا لك مرة أخرى. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.